دلوقتي معانا على التليفون اللواء هشام الحصري، مقرر لجنة الأمن الغذائي بالحوار الوطني وعضو مجلس النواب. مساء الخير على حضرتك يا فندم. ومسألة الأمن الغذائي هي على رأس أولويات الحوار الوطني، وبالتأكيد يعني الحوار الوطني يعني جاء مستجيبا لكل ما يخطر ببال الناس في مسألة الأمن الغذائي، ودي أكيد مسألة بتشغل بال الناس. اتقدم لكم أطروحات خاصة بالأمن الغذائي، و تم بحث هذه الأطروحات وفي جلسات خاصة بالحوار الوطني فيما يخص الأمن الغذائي. لو حضرتك تطلعنا عن أهم هذه الأطروحات ومين قدمها، مزارعين، أحزاب؟ مساء الخير على حضرتك وعلى السادة المشاهدين، تحياتي لحضرتك. والحقيقة حضرتك سردتي الجهود اللي بذلتها الدولة خلال الفترة الماضية من أجل الارتفاع بمعدلات الإنتاج وبكمية الإنتاج الخاصة بمحصول القمح اللي بيعد من أهم المحاصيل بالنسبة للمواطن المصري. الحقيقة أنا يعني برضو أكون يعني صريح مع حضرتك في أن يمكن السبب الرئيسي في زيادة المساحات اللي بتتزرع دلوقتي هو موضوع السعر، لأن المزارع النهاردة في الأول والآخر اللي مهنته الأساسية هي الزراعة محتاج أن هو يكون له دخل يقدر يسد احتياجات أسرته. صحيح. وبالتالي النهاردة قبل كده لو جينا نشوف كنا هنلاقي أن العائد اللي بيعود على المزارع من زراعه محصول القمح ما كانش عائد مجزي، وبالتالي ما كانتش المزارع كان بيسعى لانه يزرع زراعات اخرى اكثر ايجابيه في الوضع الاقتصادي من محصول القمح. النهارده مع زياده السعر وارتفاعه اللي اعلنت عنه الدوله وبدات تستلم القمح بيه السنه دي وهو 1500 جنيه، ده يعني يكاد يكون هو السعر العالمي اللي موجود او قريب منه بدرجه كبيره جدا اذا استبعدنا مصاريف النقل البحري والمصروفات اللي بتتم على القمح المستورد. وبالتالي النهارده انا باكد لحضرتك النهارده ان احنا خلال العام القادم ان شاء الله يكون في مساحه، يعني انا بتوقع ان هي لن تقل عن من 300 ل 500 الف فدان الى المساحه اللي كانت مزروعه. بسبب زيادة الدخل وفي نفس الوقت توفير الإمكانيات من أصناف جديدة أنتجها مركز البحوث الزراعية ذات إنتاجية عالية. السماد النهارده الدولة بتوفره بسعر مدعم للمزارع. النهارده التوسعات الأفقية اللي تمت في المشروعات اللي قامت بيها الدولة، ويمكن القيادة السياسية الحقيقة كانت واعية للموضوع ده من قبل ما تحصل جائحة كورونا ومن قبل ما تحدث الحرب الروسيه الاوكرانيه. السيد الرئيس كان يعني حط في خطته ان احنا لازم كانت خطه استباقيه الحقيقه. بالظبط يا فندم، والحمد لله دي افادتنا يعني كتير جدا ان احنا بدانا من بدري، ما بداناش بعد ما حصلت المشاكل اللي تسببت عن نقص امدادات الغذاء وارتفاع اسعار النقل البحري يعني الخلل اللي حصل في موضوع اللوجستيات عمليه النقل. ده كله ان شاء الله في الغالب هيصب في مصلحه المواطن ومصلحه الوطن. صحيح. سياده اللواء، انا كنت بسال حضرتك عن الموضوعات اللي بتخص الامن الغذائي اللي هيتم مناقشتها داخل جلسات الحوار الوطني. سياده اللواء حضرتك سمعنا؟ طيب انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا اللواء هشام الحصري، مقرر لجنه الامن الغذائي بالحوار الوطني وعضو مجلس النواب.